استاذ نبيل عبد النعيم المخرج. اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا استاذنا؟ مساء الخير، وحشتوني. النهارده عندنا حلقه جميله يا رب تعجبكم. عندنا فرح اميره بنت الاميره رجاء الجداوي. اللي عايز يعرف حكاية أحمد السقا وإزاي قدم برنامج الأستاذ والتلميذ مع عمنا أحمد رمزي. أنا هاخدك لفة بالعربية الجديدة. ده حبيبي أنا قاعد معاك شهر. وعندنا أحمد بدير خلانا كلنا بكينا وإحنا بنصور حلقة الست دي أمي. لما توفت الله يرحمها أنا ما كنتش خايف على حد أكتر أكتر من مصطفى. يلا نتفرج على الحلقة. واحنا بنصور حلقة ليلة العمر كنا بنصور مع الأميرة، الأميرة رجاء الجداوي وفرح بنتها أميرة. كل الناس كان شاغلهم الكوشة هتبقى عاملة ازاي وفستان أميرة بنت الأميرة رجاء الجداوي أكبر عارضة أزياء. تفتكرها وتحكي معانا والناس هنا وهناك شايفانا مستنيين يعرفوا على نار ازاي دخلت الجنة الليلة. الفرح كله كان شيء مني شيء من جوايا بيعمل. كنت بعمله على فكرة في اسكندرية، كنت ببهرد الزعيم هناك وكنت بالتليفون كل يوم بقول طب اتصلتوا بتوع الورد، طب عملتوا الرسومات الكوشة اديتوها لهم، طب عملتوا معرفش ايه، طب 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 يعني عارفة كله. وحتى في بعض الأصدقاء وأنا بعتذر وبقول إن أنا يمكن بقولهم هم مباشرة دلوقتي إذا كنت أثرت وما عزمتش بعض اصدقائي المقربين قوي ليا وبعض الزملاء اللي انا بحبهم قوي 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 ويعز عليا قوي ان انا في لحظات انشغالي بالفرح سقطت دعوتهم مني. فانا بطلب منهم انهم يعذروني، واكيد يوم ما هيجوزوا اولادهم هيحسوا بالاحساس اللي انا حسيته ده. فسقط مني ناس كتير قوي الحقيقه، وما كانش ممكن اعزم كل حبايبي لان حبايبي كتير قوي 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 قوي. ده بحكومة ميزانيات على فكرة في الحاجات دي.
انا وصديقي وشريكي اسامه رشاد رحنا للاستاذ احمد رمزي الساحل الشمالي، كان بيقعد هناك صيف وشتاء. عرضنا عليه ان احنا نعمل له قصه حياته. بعد ما وافق قابلتنا مشكله كبيره قوي، مين اللي يحاور عم احمد رمزي؟ عرضنا عليه اسامي كتير قوي 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 قوي. قال في واد بيعجبني اسمه احمد السقا، ما تعرضوا عليه. طبعا احنا كنا شاكين ان السقا يوافق، بس اول ما عرضنا الامر على السقا وافق على الفور. دلوقتي ان شاء الله انا في طريق الى هاسيندا، رايح للاستاذ رمزي عشان ناكل لقمه مع بعض. و يمكن انا حرصت ان انا اسجل المره دي لوحدي، لان بجد في منتهى السعاده انتقاء الراجل ده ليا ان انا اعمل معاه هذا النوع من الحوار، هو شرف ليا. واحنا دلوقتي في عز الشتاء، بقالنا فتره طويله رايحين جايين على الاستاذ رمزي الساحل الشمالي، حوالي من 6 شهور بنلم الماده دي وبنجمعها. ان هذا الرجل يستحق ان احنا نجري وراه، مش حسين ده لو في السلوم هروح له بره. بص طريق يا صباح الخير يا بروفيسور. الاستاذ فين؟ رجع حلو ده حبيبي، انا قاعد معاك شهر، انا مستقر هنا شهر خلاص. بس هتصور تعالى يلا. لا والمصحف كله وحياة ربنا كلها اجازه تلاقيني هنا حاطط لنا كاميرا في العربيه الحمراء دي. مش انت كنت جايب عربيات دوج وحاجات من دي؟ انا جاي. تعال هناخد لفه اهو يلا. تعالى يا ريس، تعالى يا ريس اتفضل. تسوق ولا سوق؟ لا لا يا كريم اتفضل يا سيدي الناس. بسم الله هم ليه؟ انزلها لك يا ريس. بسم الله هوب. بس بس خلاص عايزين الكاميرا تركب معانا يلا. اللقاء اللي هتشوفوه دلوقتي ناس كتير جدا هتسيب كل حاجه في اللقاء ويقول لك بص كميه العرق اللي نازله من الضيف، بص المكان اللي بيصوروا فيه. الحاجات اللي هي ما كانتش بتشغلنا، كان بيشغلنا بس الموضوع ايه والكلام ايه. احمد بدير اقسم بالله خلانا كلنا بكينا واحنا بنصور معاه. الست دي امي في غرفه مسرحه وهو بيعرض مسرحيه في اسكندريه، لا كان في تكييف ولا كان في ديكور، هي كاميرا واحده. طيب انا عايز يعني اعرف انت ليه رفضت السنه اللي فاتت ان احنا نتكلم عن والدتك؟ هو احنا كلنا اخواتي يعني مرتبطين بوالدتي جدا طبعا، وخاصه بعد وفاه الوالد فاحنا قاعدين معاها. طبعا انا مش قاعد معاها، انما البيت اللي احنا فيه في اخت في والدتي وفي اخويا وشقه يعني البيت كله ما فيش حد غريب، كل اخواتي فتقريبا كلهم حواليها ليل نهار. انا طبعا اخلص شغل اروح لها، قبل الشغل اروح، انما مش مقيم معاها زيهم. بس اكتر واحد مرتبط بيها قوي مصطفى اخويا، ده اللي اصغر مني، اصغر مني على طول، يعني لدرجه انه عايز اقول لك انه ما اتجوزش عشان يقعد جنبها، لان هي في اخر ايامها طبعا تعبت، الروموتايد، المشي، الحركه، الضغط، السكر، الحاجات اللي بتحصل في السن ده. فكان مصطفى ينام طول النهار، لان ممكن يبقى اخواتي جنبها البنات او الصبيان بيبقوا متواجدين، انما الليل ده بتاعه، الليل هو لوحده معاها، يسهر طول الليل جنبها، يراعيها بقى في كل طلباتها، ما ينامش. فمصطفى ارتبط بيها جدا، وكانت هي بالنسبه له زي ما بالنسبه لنا، بس بالنسبه له زياده شويه حياته او روحه. يعني لما توفت الله يرحمها انا ما كنتش خايف على حد اكتر. اكتر من مصطفى. الست دي امي شقيانه طول عمرها،
ما شالتش غير همي. فمصطفى ربنا يصبره يا رب. يعني كان عندي في اسكندرية من ثلاث أيام لسه ورحت أزوره. الزميل كان تعبان فنزلت العربية كان بيعيط ليه مجرد أنه المستشفى والحاجة فافتكر ظروفها وكده. فهو كان مرتبط بيها بس الحمد لله أنه هو قعد فترة يعني منعزل وقافل على نفسه بس الحمد لله قوة إيمانه وصلاته وكده خلوه يعني يعيش حياته وهو متجوزها علشانها عشان يقعد جنبها. بس أنا سعيد إن هو يعني قام بالعلي وزيادة وأعتقد إن دعواتها الله يرحمها المصطفى ده تدخلوا الجنة يعني من أي باب. فربنا يجازيه خير لأن إذا كنت أنا بروح في أيام أو أخواتي بيروحوا في أيام بس كل واحد له حياته وله بيته وله أولاده بس هو لا هو كانت هي كل حاجة بالنسبة لي. الست دي أمي. الحلقة خلصت النهاردة ليلة القدر. يا رب أيامكم ولياليكم تبقى خير وسعد وصحة. سلام عليكم.